السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. فيديو مختلف، اش غادي نقول لكم؟ بزاف ديال المرات كيوقع لنا بحال هادشي هذا، ولكن عادي، حنا ولفنا صافي. يعني اي صدمه ولا كتجي اي خبر جا، مابقاش كيجينا شي حاجه ولا صافي راه بحال ما عرف شنو واقع، صافي عادي كنتقبلوا اي حاجه. واللي كيعجبني بزاف لبنى. سلام لبنى. اهلا، دايره لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وعلى خير. المهم انا اللي كيعجبني فهاد الانسانه بزاف هو في اي مشكله كتقول لك خصنا نتقواو وخصنا نواجهوها. يعني في اي حاجه، في ابسط الحوايج كتقول لك خصنا نواجهوها، خصنا نكونوا متماسكين مع بعضياتنا، خصنا نكونوا يد وحده. وفعلا داكشي اللي كنديرو، بزاف الناس كيلاحظوا هذا الشيء هذا فينا. في اي مشكل، في اي حاجه، كيف ما بغات تكون، كنكونوا ديما مجموعين، عمرنا كنتخلاو على بعضياتنا، واخا كيطلع لنا الدم، واخا يعني الله يحسن العوان قوت المشاكل بزاف. بغيت نقول لهم خصكم تعرفوا واحد الحاجه، اي مشكل كيواجهنا ما كنقطعوا ماكله، ما كنقطعوا نعاس، ما كنقطعوا ضحك، ما كنقطعوا، ما كتغيرش حياتنا نهائيا. وهذا اجمل شيء. عادي عادي، عندنا مشكل فعلا كنهضروا في المشكل، كنقلبوا على حلول، كنديروا مجهود، بحال اللي كيتضافنا مجهود جديد على الحياه اليوميه ديالنا، ولكن ما كتغيرش النفسيه ديالنا، ما كنقطعوا ماكله، ما كنكتئبوا. الحمد لله يا ربي، وهذه احسن طريقه صحيه باش نواجهوا المشاكل، باش ما تكونش هذه المشاكل كبيره. يعني الناس راه في شكل كيجيو ماشي كثير، المحاكم ها دابا كيضربوا، كيقول لك كيفاش كتواجهوا داك الشيء. انا هذه هي الطريقه باش كنواجهوا حنايا، راه كتكون حياتنا عاديه، كيتضاف لك شي حاجه اخرى كتهضري عليها. والمشكله دابا كيضربوك في الخدمه ديالك، يعني منين كتجيب طرفه الخبز، هذه راه اصعب حاجه تقدري ديريها. وهادشي يسرى، هادشي كاين الا عندك شركه، راه غتواجه المنافسه، كاين المنافسه الشريفه اللي كينافسك بالجوده كيخدم هذاك، وكاين المنافسه المغشوشه اللي كيبغي يطلع على ظهرك. راه ماشي غير في اليوتيوب، راه اليوتيوب شركه، كتحسبي راسك دايره انت شركه، راه نفس الشيء غتعرضي له داكشي. بصح يعني هادشي كاين فين ما كنتي، مشيتي مثلا غير حانوت ديال المواد الغذائيه، غيكون حانوت حدا حانوت، غادي يجلسوا تيتنافسوا شكون اللي يجيب الكليان اكثر. واحد غيبغي يطيح الاخر باي طريقه، يقدر الكليان يمشي عند الكليان يقول لهم هذاك، يقول لهم راه هذاك ما عندوش سلعه زوينه. هذه منافسه ماشي شريفه. كاين واحد غيبدا يبتكر يجيب يعني سلعه جديده، يحاول يحسن من راسه. هذيك احسن، يعني هذيك راه طبيعي، هذاك طبيعي. كاين اللي طفيليين كيبغيو يطلعوا على ظهر الاخرين، كيمشي لاقرب طريق كيبدا يضيع لك في السمعه ديالك. المهم الله يهدي ما خلق، وحنا كنبغيو نقولوا كاع الناس اللي تدير مجهودات وكتسهر الليالي باش تدي لنا قنواتنا. بعد انا شحال من مره يعني تعرضت للسرقه فيديوهاتي، السرقه اللايفات ديالي، شحال من مره حاولوا يخترقوا لي القناه ديالي ويديوا لي قناتي، ولكن ما كيتوفقوش في هذه القضيه هذه بالضبط، لان انا كنعيق بهم وكنبدل الكودات، واصلا راني دايره حمايه القناه، يعني بلا ما يحاول شي حد انه غادي ياخذ لي قناتي انا، امبوسيبل وخطينا داكشي. حيت انا دايره الحمايه مش حال هادي، بابا اللي لا كان داير داكشي عادي، حتى لبنى كذلك، يعني هما ما دايرينش الحمايه. وهادشي اللي وقع مؤخرا خلاهم يزيدوا يجتهدوا، وغادي يزيدوا ان شاء الله يديروا الحمايه ويخدموا على راسهم اكثر واكثر، وكيعرفوا شحال من حاجه، يعني كيزيدوا معلومات، يعني كل شنو واحد الميتان نسيتو. المهم كل مشكل كتستفدي منه شي حاجه، فهمتوا؟ يعني هادشي اللي كاين، هادشي اللي عطى الله ديال الحياه. صافي، شويه الحقره كتحسي بها، كتقولي علاش؟ شوفوا شحال من قناه، يعني شوفوا اليوتيوب غارق قنوات، كيشوفوك غير نتيا بحال ما عرف شنو انت كديري في هذه الدنيا كاع. ولكن الله يهدي ما خلق، لا من المتتبعين، كاين متتبعين اللي ما زوينينش، لا من الناس اللي ما كتخليكش صحاب القنوات، اللي دابا خصو يطلع قناته ينوض يهضر في اسره مغربيه بالخايب، اللي خصو يطلع شي قناه ينوض يهضر فينا حنا بالخايب. صافي، هذا هو الشغل. اللي كاع خدات الباك وبقى لها معلق تما كتنشد الدبان عليه، كتنوض دير قناه تسب اسره مغربيه. صافي، هذا هو المستقبل. الله يهدي ما خلق. صافي، وبهذه المناسبه كنبغي نقول لكم باللي بابا دار
قناه جديده اللي سميتها اسره مغربيه. اسره مغربيه ما اصيله ما تحال ما اصيله ما صافي ما بصلاش بلا اصل بلا بصل. اسره مغربيه غادي نخليها لكم في صندوق الوصف وفي اول تعليق غادي نخلي لكم الرابط ديالها. راحنا عاد سالينا واحد الفيديو مع بابا وغادي نحط لكم دابا ياك دابا نحط لكم بلاتي شويه ان شاء الله وتفرجوا فيه يعني غادي تفهموا بزاف ديال الحوايج. يعني في السر هو كيفاش وقع وبزاف ديال الحوايج يعني غادي تلقاوهم. وكنتمنى من كل قلبي كاملين اللي دخلوا يديروا لايك في القناه ديال بابا جديده وغادي تكون حتى القناه ديال لبنينو. المهم هادو بجوج قنوات اللي ركزوا عليهم بزاف. و حنا يعني دابا واخا هاد المشاكل كامله حنا مازالين عادي كيف ما قالت كنضحكوا كنشطوا عادي عادي يعني اللي جات على الراس تتنفعوا بحال هكا مع شنو شي مثال نسيتو. دابا البنات غادي نمشي نتغدى راه فيا الجوع دايرين اللوبيا غنمشي نتغدى وبلاش ونرجع لكم. اللهم تبقى هكاك ولا نقيسو انا ما كنتش تقاتل على هاد اللوبيا هاد الحار الحار شكل الحليب غادي نجيب الصحه والراحه. بدات كنضحك سمعك بلا راه كنهضر مع شي واحد بويا مورا النعاس كي مورا النعاس مورا الغدا كيجيني واحد النعاس خطير مكنهضرش غير النعاس ولكن خصني ندوش وهاد نقدر نرتاح والناس ما حيت دابا لقيتو لي الله جينا من عند عمي احمد وجينا عيالين شويه راكم عارفين سبحان الله كتبدلي المكان وداكشي ولكن بدلنا الجو بزاف يعني انا كنحس براسي بدلت الجو. مشينا نهار وبتنا تما يعني كانت واحد الاجواء في شكل كتصبحي في دار واحده اخرى مختلفه يعني في شكل كتحسي بواحد التغيير بحال سافرتي ولا شي حاجه. وعاد زدنا كون زدنا مثلا اليوم عاد يكون كثر. المهم انا القطيطه ديالي قول لهم سلام اجي هربانه خايبه خليتها بوحدها لبنى اللي عطاتها تاكل. ميرسي لبنى على هاد المجهودات. بقيت كنوصيها ساسه كنعيط لها كنقولها الو عطيتيها تاكل كنخاف تنساها ولا شي حاجه مشكله انا ديما ما كنساهاش من الماكله ساسه كنعطيها. لاحظت فراسي كانت بان صفرا بحال شي حاله كنمن شنو صفرا داكشي المجهد نديرو شوفو التغيير اللي غيوقع دابا واخا ماشي بزاف كلون هي هادي وليت بحال الكلون تغيير شنو تغيير الفرق ما بين هنا وهنا ولكن درتو هنايا جا الحن كيطيح النفسيه محتاجه شي خرجه مع صحاباتي ولا شي حاجه لان فعلا قنطت بزاف. هذه شحال هادي شي 4 ايام ما خرجتش كاع تخيلوا 4 ايام ما خرجتش من الدار ما عدا خرجت من الدار ومشيت لدار اخرى صافي هذا ما كان يعني توحشت نخرج ولكن صافي غدا غادي نمشي للسونتر من بعد غادي نمشي لاصال بحال ما يمكنش راه سيمانه كثار شنو سيمانه عرفتي لا لا سيمانه هو مجموع ساكن ديال لاصال وما مشيتش لاصال اما فوقاش انا ما مشيتش لاصال راه ليله قبل العيد ما مشيتش وكنزيد غير ناكل كنزيد نتبربر مزيان كنزيد راكم عارفين داكشي بلا ما نعاودو لكم بالنسبه لهذوك القنوات اللي ساعه جديد راكم عارفين يعني ما كيخطوش الجديد ساعه كيفاجئونا وكيبهرونا بشي حاجه اللي زعما جديد يعني ما كاينش الملل معاهم. انا اللي كنلاحظ هو هاد اليوتيوب خصوصا هاد الحطه اللي حاطين علينا الناس كتلقاي ما كيخليوش ما كيجي فين الموضوع يتسد تكي شعلوا موضوع اخر هادشي اللي كنبقى انا تنشوف وتلاحظوا حتى نتوما كمتتبعين يعني الموضوع مازال ما تسد
صافي حاجه اخرى كطلع، صح حاجه اخرى كيخلقوها ما فهمتش. تبعها هذه بزاف والله الا لا بزاف، يعني انت يا اختي اللي كتفرجي ولا اي واحد كيشوف بزاف ديتو القناه الاولى الثانيه. ايوا فين الحق؟ راه الهضره اللي كيهضروا فيك خايب، تجي تشوفي كتقولي شنو كاع هاد البشر داير، شنو كاع هاد البشر داير. الا انا غلط راه حتى انت غلط، راه كاملين البشر كاملين كنغلطوا. الا كنا مثلا غلطنا في شي حاجه ولا ما كناش كنعرفوا نصرفوا في حياتنا ولا كنا كنركبوا اخطاء، راه العالم كيرتكب اخطاء، ولكن ماشي تيديروا له هاد الحطه كامله. وراه بزاف الناس يوتيوبرز كيديروا بزاف الاخطاء، كيديروا بزاف الحوايج اللي خايبين، ولكن ما كيحطوش عليهم الناس لهاد الدرجه هادي. يعني حنايا حاطين علينا واحد حتى راه ما يمكنش. انا عمري شفت شي واحد كيدير يوتيوب وحاطين عليه الناس لهاد الدرجه هذه، باغيين كيلعبوا في الكبير ماشي في الصغير، باغيين يدخلوه للحبس بتهمه ديال المحارم، بزاف ديال الحوايج كيحاولوا ما امكن هاد الانسان هذا يطيحوه، وماشي غير هو وعائلته. يعني الله يهدي ما خلق، وما غاديش يوصلوا كاع داكشي اللي باغيين، ما غاديش يوصلوا، حيت ماشي حيت انت باغي غادي نتدمروا حنا ونتشتتوا حنا محيت انت باغي. ما يمكنش، راه واخا تبغي انت وتبقى تابعنا دجاجك حلا كيما خلاوها ولا اي واحد، ماشي غير كنقصد واحد، راه بزاف منكم واخا تبغيو تاديونا الى ربي ما بغاش، ولا ربي ما بغاناش شي حاجه راه ما غاديش توقع. واخا مع شكون يتجمع، تجمع العالم على واحد الانسان اللي ضعيف وراه ما غاديش توقع الا ما بغاهاش الله. واخا تمشي هاد القناه ولا ما عرف شنو غادي يوقع، دابا راه كيخدم على قناه جديده اللي غادي نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف، وعندي في المنتدى وفي اول تعليق يعني في مدرته غادي تلقاو لوليان ديال القناه ديال بابا جديده اسره مغربيه، يعني سامبل بحال اللي كانت في الاول. وان شاء الله كنتمنى تبقى له هذه، حيت هذه كتعرفوا يعني زايدين لي زابوني فيها وداكشي، ولكن كيف ما قال هو في الفيديو ديالو مادام كاين هو مازال هو تمشي القناه، ولكن هو كان يعني واخا تمشي مثلا القناه ولكن هو اللي طلع داك القناه، هو اللي خدم على داك القناه، ماشي القناه اللي دارته، هو اللي دار القناه. يعني واخا تمشي القناه راه ما كيهمش، ومادام مازال هو صافي راه ما كيهمش. هادشي اللي كاين، نتمنى تكونوا فهمتوني تفهموا الرساله ديالي، سواء انا سواء لبنى سواء ماما سواء اختي، يعني اي واحد فينا يطيح في هاد الموقف هذا راه ساهله تولي ديري قناه اخرى تبداي من الزيرو كيف ما بدينا شحال هادي من الزيرو. يعني عادي الزيرو ما بقاش كيخلعنا، لان شحال من مره بدينا من الزيرو وكنطلعوا الحمد لله وكننجحوا بقدره الله سبحانه وتعالى. هادشي اللي كاين، الا عاوتاني ما نوضوش شي حاجه جديده راه ما عندهمش باش يخدموا باش يقولوا هذاك الانسان راه واعر وقدر يدير وقدر يصنع وقدر يفعل، واخا داكشي راه داكشي اصلا حرام باش انك تقيس حاط على واحد وكتسب فيه وتعاير فيه لول النهار وهو ما داير لك والو، كون كان غير داير لك بعدا شي حاجه ولا اداك في شي حاجه حتى الا عايرتيه ولا سبيتيه ولا كان منك واحد رد فعل كتقبليها شويه، ولكن حنا اصلا عمرنا جبدناك على فمنا، وماشي غير واحد راه بزاف بهم عمرنا جبدناهم وعمرنا هضرنا فيهم ولا اديناهم ولا عرفناهم اصلا شكون هما، ويقولوا كيتبعوك هكا ويقولوا كيعايروك. يعني كون غير حنا شافوا مننا شي حاجه خيبه قبل كتقبلي كتقولي هذاك رد فعل منه، انا درت له انا بديت، ولكن انت ما عمرك اديتي ولحد الان واخا دار فيك هادشي كامل ما عمرك اديتي، وعاد هو مازال زايد فيه زايدين لانهم بزاف. انا كنبقى نهضر غير على واحد، هما راه بزاف ومازالين زايدين فيه راه بزاف نورمالمون بزاف، والله ياخذ الحق هادشي اللي غنقول. يلا البنات دابا نخليكم غادي نمشي باش نقاد راسي نقاد البيت هذا، جيت لقيته شويه مرون حيت فاش كنت غادا غير جبد وحط في الحوايج وصافي، هذا مكان نعس باش غدا نصبح اون فورم نمشيو لقرايتنا، نمشيو بطاقه جديده، نبداو سيمانه بطاقه جديده وباش عاوتاني نخدموا على راسنا ان شاء الله. وهذا مكان، باي باي.